بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ وقفنا عند الفرق ما بين الاسبايرال ماسلز والكونفيرجنت ماسلز. خلاص كده، العضلات الكونفيرجنت او العضلات اللي هي الترايانجولار ماسلز، ممكن تلاقيها برضو مثلث الشكل، هي عضلات زي ما احنا شايفين كده، فايبرز بتبقى جايه من حتت بعيد كده، واخد بالك، وتيجي تتجمع في تندون واحد وتقف. خلاص كده، طبعا بتبقى شبه المثلث، لو احنا جينا بتبقى عامله كده، خلاص مثلثه كده، مثلثة خلاص كده، شبه ليه تقريبا، يعني شبه ليه المثلث. خلاص كده، اشهر مثال على العضلات ديت تاني كده بنسميها كونفيرجنت، يعني بتتجمع في تندون واحد، في حته واحده، في انسرشن واحد. طبعا زي ما احنا شايفين اوريجن بيبقى جاي من 50 حته وبينزل هنا يعمل انسرشن في العظمين. خلاص كده، طيب دي عضله تسمى التمبوراليس ماسل، ودي عضله مشهوره جدا بنسميها الايه، الايه، الترايانجل. خلاص كده، وعلى فكره احيانا في كتب، يعني يا اما اشوف انا اسمي محمد او حمد، اسمي ترايانجولر يعني اسم مثلث، او اسم كونفيرجنت يعني عضلات بتتجمع في نقطه واحده، او ممكن كمان الاسم التالت اللي هو الفان لايك، شبه الايه، عارف انت لما تيجي تعمل مروحه عشان تهوي بيها على نفسك بالورق، واخد بالك، اي نفس الايه دي، فان لايك، شبه الايه، مروحه اللي دي كانت زمان عشان تهوي على نفسها كانت تجيب مروحه، واخد بالك، بيبقى ايه نفس الايه الشكل ده. خلاص كده، طيب تعالى بقى اما ناخد مثال كده على الايه، السبايرال بقى. هتقول لي الماسلز بتبدا ان هي اهي، واخد بالك، تتجمع اهي، صح؟ طيب دي بقى الكونفيرجنت، او دي الايه، التريانجولر، او دي الفان شيب. بقول لك لا، لو كانت بتقف هنا اقول لك اه، يعني لو كانت الفايبرز تعمل كونفيرج، بتتجمع في الحته دي كده وتقف، ساعتها ممكن نسميها كونفيرجنت، ممكن نسميها فان شيبد، ممكن نسميها تريانجولر. خلاص كده، شبه مروحه او مثلثه، او كونفيرجنت بتتجمع في نقطه واحده وتقف. خلاص كده، طيب لكن هي ما بتعملش كده، هي بتعمل حاجه اسمها السبايرال، بتعمل حاجه اسمها حلزوني، شكل حلزوني، بتعمل حاجه اسمها الايه، التويست. التويست يعني ايه؟ يعني الفايبرز اللي فوق دي، شوف، تبدا ان هي تنزل كده. خلاص كده، دي حركه مميزه جدا للعضله دي، لعضله البكتوراليس ميجور ماسل، البكتوراليس ميجور. الفايبرز اللي تحت تبدا ان هي، شوف، تلف كده من ورا وتطلع هنا فوق. خلاص كده، هي دي. فالحركه دي بنسميها الايه، التويستنج، والماسلز دي بنسميها الايه، السبايرال ماسلز. في كتب ما تفرقش بين الاثنين، واخد بالك، تدخل الاثنين في بعض، الكونفرجنت زي الايه، التويست كله زي، واخد بالك، اه، انما لا، لازم تفرق. وبالتالي البكتوراليس ميجور ماسل، يعني انت هنا بص، لما تيجي تشوف الكتاب ده اللي احنا جبناه في الاول، هو هنا بيقول لك ان الكونفرجنت بكتوراليس ميجور، اقول له لا، ده في فرق، انت هنا حاطط الاثنين مع بعض، اقول له لا، في فرق، البكتوراليس ميجور ماسل ما بتقفش في الحته دي، ده بتعمل تويست زي ما احنا جبناها في الاطلس ده، بكتوراليس ميجور ماسل بتعمل تويست. خلاص كده، يبقى ساعتها العضله دي نسميها سبايرال، تمام كده، طيب بتعمل حلزون، ما بتقفش في النقطه دي. طيب انما لما نجيب عضله زي مين، زي دي كده، هي زي دي كده، تمام كده، عضله الفايبرز بتتجمع وتقف في النقطه دي، اه، يبقى دي نسميها تريانجل. يبقى انا كده عندي ايه، عندي عضلتين، عضله بتتجمع وتقف في نقطه واحده، تقف في تندون واحد، دي مثلثة شبه المروحة فان شيب، كونفيرجنت بتتجمع في نقطة واحدة. المثال عليها التمبوراليس ماسل، عضلة تبقى موجودة هنا في الهيد. خلاص كده؟ طيب المثال الإيه؟ التاني، عضلة برضو مثلثة الشكل بس ما بتقفش في النقطة دي، إنما الفايبرز اللي فوق تنزل تحت والفايبرز تحت تطلع فوق، بتعمل حاجة اسمها تويست. واخد بالك؟ أه، دي بقى، أه لا، دي نسميها السبايرال ماسلز. خلاص كده؟ في كتب تجمع الاثنين، في الاثنين مثلثتين وخلاص، بتجمعهم في ايه؟ في رسم واحد، لكن احنا خلاص عرفنا الفرق اهو، تمام؟ حسب بقى كتابك انت بتمشي يعني. طيب احنا كده يعتبر خلصنا الشرايط وخلصنا المراوح. خلصنا الشرايط اللي هي الريبون او الستراب، الشرايط او الاحزمه اللي هي البارلل ماسلز، وعرفنا في البارلل اللي هي العاديه زي الماسلز بتاعت الايبول او كره العين، وفي ماسلز بتبقى بارلل او موازيه، وما بينهم في تندينا سباندس كده او اشرطه من اللي هي التندون زي ريكتس ابدومينس السكس باكس بتاعت الايه؟ العيال الجامده دي. خلاص كده، منها الريكتس ابدومينس ماسل، يبقى دي كده البارل. وفي المجموعه اللي هي بتبقى الكونفيرجنت، واخد بالك، وقلنا لو وقفت عند التندون تبقى كونفيرجنت او تبقى فان شيبد او تبقى تريانجولار، انما لو كملت والفايبرز تحت نزلت، الفايبر اللي فوق كده نزلت تحت والفايبرز تحت طلعت فوق كده، بقت عملت حاجه اسمها تويست، في الحاله دي بنسميها الايه؟ السبايرال. قلنا التريانجولار اشهر مثال عليها اللي هي التمبوراليس، انما التويست اشهر مثال عليها البكتوراليس ميجور ماسل اللي هي بتبقى موجوده في البكتورال ريجون. طيب كده احنا خلصنا الايه، المراوح، وخلصنا الاحزمه والشرايط، هنبدا نتكلم